عائلة القواسمة وأبو هواش والفسفوس. معنا الآن في هذه النافذة والشاشة عبر وكالة جي ميديا للإعلام عماد أبو هواش شقيق الأسير هشام، وكذلك خالد شقيق الأسير المضرب عن طعام كايد الفسفوس، وكذلك والد الأسير المضرب عن الطعام المقداد القواسمة، والناطق باسم نادي الأسير في الخليل أمجد النجار. بعد الترحيب بكم نبدأ بعماد. عماد، لنقف على أبرز المستجدات المتعلقة بشقيقة هشام. طبعا هشام معتقل منذ تاريخ 28/10/2020، وبدأ بإضرابه عن الطعام بعد رفض المحكمة العليا للالتماس المقدم لها ب 15 آب 2021 من أجل البث في موضوع الاعتقال الإداري. 19 يوما الآن من الإضراب عن الطعام داخل زنازيل العزل الانفرادي في سجن عوفر. هذا العزل الذي تسعى إدارة السجون من خلاله في هذه الظروف الجوية الصعبة وارتفاع للحرارة من أجل النيل من إرادة هؤلاء المضربين، سواء هشام أو مقداد أو كايد أو باقي الأسر المضربين. هشام منذ 10 أيام يحاول المحامي جواد بولوس الدخول من أجل التقاء به، وهناك رفض متعمد من إدارة السجون بدون تعليل الأسباب. طبعا الزيارات الأخيرة كانت المحامين الأستاذ الشيرين ناصر التي بلغتنا أنه يعاني من هزل في الجسد، دوران بشكل مستمر، عدم القدرة على النوم. هشام طبعا يرفض أخذ المدعمات منذ اليوم الرابع. حتى هذه اللحظة لا توجد هناك أي معلومات، كانت آخر زيارة له قبل 6 أو 7 أيام. ننتظر الأستاذ جواد بولس حتى يقوم بالزيارة له وطلعنا على ما يجري من أوضاع صحية من جد. عماد، يعني وأنت يعني لك تجربة سابقة مع الأسر وشقيق هشام يخوض في هذه الأثناء إضراب مفتوح نحو يعني ما يقارب نحو 20 يوما في الإضراب المفتوح عن الطعام، ما الخصوصية التي يخوضها الأسير في هذه الأثناء؟ لو تصف لنا طبيعة الأمر بطبيعة الحال. طبعا هو الاعتقال الإداري هو اعتقال جائر وظالم واعتقال مجرم. جميعنا خضنا هذا الشعب الفلسطيني هذا الاعتقال. أنا كنت معتقل إداري وكان هشام معتقل إداري في 2006. نحن نتحدث اليوم عن زنازيل لا ترتقي إلى العيش العادمي، زنازيل لا توجد بها تهوية، حرارة عالية، رطوبة مرتفعة، لا يوجد أغطية، لا توجد فرشات نظيفة، ساعات طويلة وأنت تتحدث مع نفسك، لا يوجد هناك أي مقومات للحياة داخلها. اليوم الاعتقال الإداري هو يسبب حالة نفسية صعبة للأسرى الفلسطينيين. نحن نتحدث عن اعتقال وتمديد لمدة 6 أشهر، وقبل الإفراج ببعض دقائق يتم تمديدك مرة أخرى، أو في حتى بعض الأيام كان يتم إخراج الأسير إلى الباص ليفرج عنه ويعاد من جديد لاعتقال إداريا. هذا الاعتقال الذي يعني مكث به الأسرى الفلسطينيين في بعض الأحيان إلى 60 شهر بتهمة غير معروفة على ملف سري غير قانوني. الأسير لا يعرف محتوى الملف ولا هيئة الدفاع تعرف محتوى الملف، وفي بعض الأحيان حتى القاضي في المحكمة العسكرية لا يعرف محتوى الملف إلا النيابة العسكرية، وهي جزء من جهاز الشباك الإسرائيلي الذي أصدر تمديد الاعتقال الإداري حسب قوانين الطوارئ المعمول بها والذي يستندون إليها منذ أكثر من 70 عام. هذا الاعتقال ليس الأول لهشام. هشام أمضى 40 شهر في الاعتقال الأول وأخلي سبيله في صفقة تبادل أسرى بين حزب الله وإسرائيل، وأعيد اعتقاله مرتين أمضى خلالها 37 شهر في الاعتقال الإداري. والاعتقال الإداري الأخير يعني تم توجيه 3 تهم في خلال 8 شهور مغايرة. الأولى وهي كانت انتماء لها لحركة فتح، والثانية انتماء للجبهة الشعبية، والثالثة انتماء لحركة الجهاد الإسلامي، وفي النهاية يفرج عنه بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية لعدم وجود أي ملف أو أي أدلة كافية في الملف. تهم عديدة والملف مفتوح. بالانتقال إلى خالد الفسفوس شقيق كايد، وكايد بالمناسبة هو الأقدم في الإضراب عن الطعام في هذه الموجة من الإضرابات المفتوحة عن الطعام للأسرى المحكومين إداريا. خالد، يعني لكايد خصوصية ربما، هو كما تحدثت في لقاء سابق أنه يحاول أو رفض العروض الإسرائيلية من سلطات الاحتلال المقدمة له. إلى أين وصل ملف كايد ومتابعتكم له؟ كايد اليوم بخوض إضراب مفتوع الطعام لليوم 52 على التوالي. أنا طبعا بدي أبلش في وضعه الصحي.
يعني وضع كيد الصحي اليوم بعد 52 يوم من الإضراب أصبح وضعه الصحي خطير جدا، لم يتم نقله إلى مستشفى مدني لمتابعة حالته الصحية. طبعا إدارة مصلحة السجون بتتعمد تتعامل مع كايد بعنجهية وبتنكل فيه عن طريق التنقل المستمر بين عزل السجون. خلال أسبوع نقل أكثر من 5 مرات ما بين السجون، وضعه الصحي أصبح حرج. يعني إحنا كعائلة قلقين جدا على كايد، على صحة كايد، ويعني في تخوف على حياته. يعني بعد 52 يوم ممكن الأسير المضرب عن الطعام يتعرض في أي لحظة لفشل في عمل القلب أو لا سمح الله لجلطة. فإحنا يعني في عندنا تخوف شديد على حياة كايد، رغم أنه إحنا على يقين تام بصموده وصبره. يعني كما ذكرت لك، سلطات الاحتلال كانت قد قدمت عرض لكايد، والآن هو مضرب يعني منذ أكثر من 50 يوما. ما العرض كان وما يعني شروط كايد كانت في إنجاز صفقة ما؟ عرض على كايد طبعا إفراج بعد انتهاء التمديد، اللي أصلا التمديد أجاه مضرب عن الطعام. يعني كايد مدد 4 شهور أثناء إضرابه عن الطعام. بعد فترة عرضوا على كايد أنه إنهاء اعتقاله الإداري بعد اكتمال الـ4 أشهر. كايد رفض مطلب كايد أنه الإفراج الفوري بدون أي تمديد وبدون أي شروط. وهل لا زالت مطالب كايد متعلقة بشقيقك الآخر المضرب عن الطعام والذي علق إضرابه بسبب أوضاع صحية؟ محمود حقق مطلبه وحصل على الجوهري، إن شاء الله سيتم إطلاق سراحه في شهر 1. كايد مستمر في إضرابه حتى يحقق أهدافه اللي هي الإفراج الفوري إن شاء الله رب العالمين. هو بطالب بالإفراج الفوري، اعتقاله باطل بدون تهم بدون أي مبررات. يعني بنحكي عن كايد كإنسان، يعني كايد طالب جامعي في جامعة الخليل يدرس علم الحاسوب، يطمح لإنهاء تعليمه. حتى الآن كايد لم يستطع إنهاء تعليمه، متزوج وعنده طفلة عمرها 7 سنوات. يعني من يوم تزوج أمضى 6 سنوات في السجن بين الاعتقال الإداري والاعتقالات المتكررة. فيعني كايد مصمم على نيل حريته من أجل أنه يرجع يعيش حياة طبيعية. بالانتقال إلى أبو المقداد قواسمي، ما هي آخر الأخبار المتعلقة بمقداد؟ آخر الأخبار أنه مقداد موجود في عسقلان في مستشفى كبلان، ولكن حتى الآن لم يتم الوصول إليه. وقد يعني تكرر أكثر من مرة أننا نخبر بأنه موجود في مستشفى معين، إلا أنه عند البحث عنه لم يتم العثور عليه. وهذه السياسة متعمدة ومعروفة عند الشباك حتى يزعج ويرهق من يريد أن يتواصل مع المضربين عن الطعام. وكيف تسلم عملية يعني الإطلاع على حالته الصحية؟ أنتم يعني ثلاثتكم يعني وللمصادفة كثلاثة عائلات، الفسفوس وأبو هواش والقواسمة، يعني لكم تجربة في الأسر، كيف تتفاعلون مع الأخبار الآتية من الأسر ولكم تجربة أنتم مع هذا الواقع؟ في الشك أنه يعني ببالغ القلق إحنا بنتعامل مع هذه الحالة، وهذا يعني اعتداء على إنسانية هؤلاء الناس الضعفاء المضربين عن الطعام. لابد أن نقوي عزائمهم وأن نلتجئ إلى من يوصلنا إلى الأخبار الصحيحة والوصول حتى الاطمئنان على صحتهم وفي أي مكان يتواجدون. طب بالانتقال إلى المتحدث من نادي الأسير في الخليل أمجد النجار، أمجد كيف تسري عملية المتابعة للأسرى بشكل عام؟ هل هنالك أي خطوات ممنهجة لديكم لتحقيق أي إنجاز ما لطمأنة أهالي الأسرى؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بداية بوجه التحية إلى كل الأسرى المضربين وإلى الإخوة الحاضرين معنا في هذه اللقاء. يعني موضوع ملف الأسرى المضربين عن الطعام، يعني المتابعة صراحة ليست بالشكل المطلوب بشكل عام. لماذا؟ يعني بهمش، أنا بدي أحكي فيه بشكل مباشر، إلي أنا فترة في الإعلام أتحدث في هذا الجانب بشكل واضح جدا. أنا بطالب أنه أن يكون هناك لجنة خاصة تتابع ملف الأسرى المضربين عن الطعام، مشكلة من نادي الأسير، هيئة شؤون الأسرى، الضمير، منديل حريات، ومن القوى الوطنية. هذه اللجنة
تتابع ملف الأسرى المضربين من خلال لجنة محامين خاصة؟ كيف يعني؟ يعني مثلا هشام بهواش له محامي، جواد بولس، كايد الفسفوس محمود الحلبي، المقداد القواسمة من محامي أحمد الصيام أعتقد. أحمد الصيام، يعني هنا هذا خلل كبير في العمل المتابعة القانونية في هذا الملف. كل محامي يعمل جهده بطريقته الخاصة. تخيل لو أنه هؤلاء الأسرى المضربين جميعا الجهد يبذل من لجنة محامين، محامي يتابع الزيارة، يزود محامي المرافعة، يزود محامي المتابعة وما إلى ذلك إلى المحكمة العليا إلى الاستئناف، بيكون هناك متابعة أول بأول، ولكن تبقى المتابعة محصورة في المحامي المكلف بمتابعة هذا الملف، وهذا يضعف عملية يعني تسريع الانتصار للأسير المضرب في معركة ضد الاعتقال الإداري. وهذا المطلب أنا وجهته في اجتماع القوى الوطنية في رام الله، طلبتهم بأن يتم العمل لتشكيل لجنة خاصة تتابع ملف هؤلاء الأسرى في المحاكم في التمديد في الزيارات. المتابعة كل محامي يتابع حسب طريقته، هناك الجهات التي تقوم بالزيارة من أجل نشر التقارير الإعلامية وتوثيقها، هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير، الضمير، منديلا، حريات، في مؤسسات أخرى، موجة القدس وما إلى ذلك، ترسل محامين يقومون بزيارة هؤلاء الأسرى داخل السجون لنقل حقيقة أوضاعهم داخل السجون، علما أنه في الفترة الأخيرة الزيارات قليلة جدا، لأنه الاحتلال يعلم أنه عندما يأتي المحامي لزيارة الأسير المضرب طبعا المحامي أكيد سيقول له هناك فعاليات، هناك خيام تضامن، هناك من يفكر فيك، يسأل عنك، هذا يعطيه معنويات. وكل من خاض الإضراب المفتوح عن الطعام يعلم ما هي أهمية هذا العمل الشعبي والجماهيري. البعض بحاول يقلل من أهميته، أهميته في جانب واحد، هو لا يحقق الحرية للأسير، هو يشكل رافعة معنوية لتعزيز صموده. أنا عندما أكون مضرب وأعلم أن هناك خيمة تضامن وأن هناك عائلات تتضامن معي وتنظيمات وفصائل وشعبي واقف معي، برفع معنوياتي وبخليني أبقى صامد ضد الاعتقال الإداري. على هذا على ذكر هذه النقطة أخ أمجد، يعني المؤسسات التي تعنى بالأسرى مشهود لها حملاتها التي تقوم بها، وكان لها دور كبير في أكثر من حملة، في أكثر من موجة إضرابات أو في الوقوف مع الأسرى بشكل عام. إلى من يعزى أو إلى ماذا يعزى هذا الهبوط في هذه الموجة، في سواء في تحشيد أو في التفاف الناس؟ إلى من تعزى هذه؟ يعني نقطة ربما نقطة ضعف، نقطة قصر، يعني لنقف عليها. هي عدة نقاط. النقطة الأولى، تأثيرات الانقسام لا زالت مسيطرة على عقول الكثيرين من العاملين في القوى والتنظيمات والفصائل وفي الشارع الفلسطيني، هذا أمر يعني الكل متفق عليه. النقطة الثانية، هؤلاء الأسرى عندما يعني مارسوا العمل النضالي انتموا إلى تنظيمات، كل يعتقد أن هذا التنظيم يملك تلك الأهداف والمفاهيم والاستراتيجيات التي قد تؤدي إلى دحر هذا الاحتلال. تلك التنظيمات هي مهمتها أن تحرك الشارع الفلسطيني، وهذه ليست مهمة المؤسسات. وقلت لك هذا الموضوع دائما أتحدث به، أنا كنادي أسير أو كهيئة مستقلة أو كجهات تعمل في هذا الجانب، مهمتنا تقارير إعلامية، توثيق، التواصل مع المجتمع الدولي وما إلى ذلك، ممكن أن نشارك في فعاليات الدعم والإسناد في خيام تضامن، ولكن تنظيم الفعاليات والمسيرات والحراك الشعبي والجماهيري والذهاب إلى نقاط التماس حتى مع الاحتلال، لازم تعمل طوشي مع الاحتلال لإيصال صوت هؤلاء الأسرى، هذه مهمة التنظيمات والفصائل اللي الأسرى انضموا إلها داخل سجون الاحتلال. هذا ينتمي إلى تنظيم وهذا تنظيم وهذا تنظيم، كل رأى في ذاك التنظيم أنه يعني ممكن أن يكون هو الأقصر طريق لدحر الاحتلال، ولكن أين تلك التنظيمات؟ أين الفصائل والقوى بشكل عام؟ أنا أتحدث وليس تنظيم دون آخر. هناك غياب، هناك مشاركين، لا نظلم أحد، هناك يعني معدودين ومعروفين لنا. يعني إن طلبت مني الآن على ورقة وقلم أن أحدد لك من يشارك معي من 10 سنوات في فعالية التضامن والإسناد، أنا في خلال ربع ساعة بسرد لك الأسماء، نفس الوجوه، زهقنا بعضنا في التضامن، لا يوجد وجوه جديدة. التنظيمات يعني تبرز وتحضر في ذكرى انطلاقة تلك التنظيمات، يعني يوم انطلاق تنظيم تجد أن هذا التنظيم حتى لو عدده قليل تجد أن له عناصر تقف معه وتشارك وتنظم التكريمات وما إلى ذلك، أو حتى في مناسبات ليست ذات أهمية تجد أن تلك التنظيمات لها دور كبير. ملف الأسرى حتى الآن، مع احترامي لكل من يتحدث في هذا الملف وأنا جريء هذه المرة وأتحدث دائما، هذا الملف ليس الملف ذو أولوية عند الفصائل والتنظيمات،
وإلا لما بقي الأسرى حتى الآن 36 عام و37 عام داخل سجون الاحتلال، ولما بقيت إسراء الجعبيص يعني التي يعني وضعها صعب جدا، ولما بقي الأسرى المرضى المصابين بالكلى والمبتورة أيديهم وأرجلهم ومفقوع عيونهم الذي يعانون من فشل كلوي داخل سجون الاحتلال، كان تحرك الشارع بالآلاف لنصرتهم ولنصرة قضيتهم. احنا في عندنا مشكلة في هذا الجانب، يعني يجب أن نقر وأن نعترف لا يوجد حراك بالشكل المناسب في هذا الملف، ملف الاعتقال الإداري. يعني ملف واحد، احنا مطلوب نلغي الاعتقال الإداري. مش معقول يعني من عام 67 واحنا نحكي 100,000 أسير دخلوا على ملف الاعتقال الإداري، وهذا صحيح. أنا كان رقمي في سجن النقب في 89 21,993 حافظه لليوم في الاعتقال الإداري. قديش الأرقام كانت داخلة على الاعتقال الإداري في الانتفاضة الأولى؟ لا زال الاعتقال الإداري مستمر، ما تحركنا دوليا وبالشكل المناسب لإلغاء الاعتقال الإداري. هو هنا قرار يتم أنه الاعتقال الإداري اعتقال تعسفي ومحرم دوليا، وبعد ذلك لم يكن هناك تحرك. 550 معتقل إداري موجودين. قبل شهرين أو ثلاثة قبل بدء موجة الإضرابات المفتوعة عن الطعام 100 أمر اعتقالي إداري جديد و150 أمر تمديد، يعني عندنا موثق بالاسم. قبل 3 شهور قبل ما تبدأ الإضرابات من عند الغدنفر بلشوا مجموعة من الأسرى الإضرابات، كان هناك 100 أمر إداري جديد و150 أمر تمديد، يعني مرتين والثالث اعتقال إداري لهؤلاء الأسرى. طبعا يعني أصعب شيء هو الاعتقال الإداري. يعني سابقا كان هناك اتفاقيات وتنصلوا منها جميعا أنه مثلا الأسير الإداري إذا بدي يتم تمديده بدي يتم إبلاغه بقرار التمديد قبل مرور ما يقارب 14 يوم من الآن. تنصلت يعني إدارة السجن من كل القرارات، الأسير يبلغ بالاعتقال الإداري قبل ساعة. يعني ثمة استفراد بالأسرة بشكل عام، وثمة ربما قصور في من قبل الجهود سواء كانت الفصائل أو الجهة الرسمية الممثلة للفصائل. بالانتقال إلى أبو مقداد، أبو مقداد يعني على ذكر الأخ أمجد، التأثير النفسي الذي يتسبب به الاعتقال الإداري بشكل عام والاعتقال أو الأسر بشكل عام، يعني لا زال يحفظ رقم الملف أو ربما الزنزانة. أنتم كأهالي أسرى وكأسرى محررين أيضا، هل تشعر بأنكم مخذلون؟ الحقيقة أنه هذا الأمر يعني مخذلين للغاية. يعني الآن هذه العينات اللي بتشارك هذه عينات مخجلة أنه يشارك في الاعتقال الإداري بضعة أفراد. ملف الاعتقال الإداري طال يعني الآلاف من أبنائنا. ليش يعني من اكتوى بهذا الملف أو بهذا الاعتقال لا يحضر للتضامن في خيام التضامن أو المشاركة في أي فعاليات؟ فقط كما قال أخوي أمجد أنه يعني الناس الوجوه معروفة، أما الناس اللي مكويين بهذا الملف هم الأولى. ليش ما إحنا نتبع عن الناس اللي أو على الناس اللي أبعد شوي؟ فإحنا الآن صحيح أنه يعني الأمور مقتصرة علينا، ولكن يعني احنا اللي بنوصل رساله للاخرين. يعني اذا مثل ما بقولوها يعني الطير الما بدافع عن عشه ايش ماله، يعني حلال ذبحه صحيح ولا لا؟ فان احنا الحاضنه الاولى للمعتقلين الاداريين هم اقربائهم انسبائهم، واللوم كل اللوم على هؤلاء الخائفين. يعني نعم، والفصائل والتنظيمات يعني كثير من الناس بعد عن خيمة الاعتصام وبيبعد على السيد الثاني. ليش؟ خايف انه يعني يسجل عليه نقطة او موقف. هذه يعني خذلان حقيقي، وهذا يعني جبن يعني وصل الى حد لا يطاق حقيقة. يعني غصة مشتركة تبدو يعني في اصواتكم جميعا. خالد، انتم عائلة يعني شهدت العديد من الاعتقالات، السلطات الاحتلال تدخل وتخرج من المنزل بشكل ربما يبدو اعتيادي للأسف. يعني لو تصف لنا البعد، ربما يعني صوتكم لا يصل إلى الناس أحيانا، هكذا كان آخر لقاء ربما أجريناه مع عائلتكم. ما الذي تريد أن توصله إلى العالم أو إلى الناس، الغصة التي لا تصل ربما؟ يعني إحنا بشكل مستمر يعني عندنا في المنزل الاحتلال يعني بتواجد بشكل مستمر شبه يعني شهري،
احنا المطلوب في الايام هذه اللي هو انه صوت الاسرى يصل للعالم، يعني احنا اهم شيء تدويل القضيه. المطلوب في الفتره هاي تدويل القضيه عن طريق بتوقع سفرائنا وقناصلنا في العالم برا، يعني عندنا ما يقارب 70 سفاره وقنصليه، يعني مطلوب بشكل فوري تحركهم والبدء يعني بفعاليات في كل دول العالم، وبتوقع يعني الفعاليات هاي والتحركات الدولية راح تأثر تأثير مباشر على الاحتلال، لأنه الإعلام الدولي والرأي العام الدولي بأثر تأثير مباشر على سياسة مخابرات الاحتلال تجاه أسرانا. على ذكر هذه النقطة، عماد أبو هواش شقيق الأسير هشام، كنت قبل قليل خلال المؤتمر ناديت بقرع أجراس العالم للتحرك تجاه الأسرى، أنت ترى أن الجهود المبذولة حاليا غير كافية؟ شوف، لابد من العمل على ثلاث نقاط وثلاث جبهات مختلفة في هذا الملف. أولها من داخل السجون، نحن نتحدث عن 450 معتقل إداري، لو تم التهديد بالخوض بإضراب عام ستكون هناك موقف خاص بهؤلاء المضربين عن الطعام. الجزء النقطة الثانية اللي هو موضوع الإعلام الفلسطيني. الإعلام الفلسطيني لابد، خصوصا الإعلام الرسمي، اليوم يتحدث بشكل أقوى، اليوم يتحدث بشكل بمنظومة مغايرة لما يحدث. لم نكتفي بس فقط بالمؤتمرات أو ما يحدث على الصعيد المحلي من المقابلات للأهالي، يجب يكون هناك تنظيم دولي مع الصحفيين الأجانب، مع الصحفيين العرب، لمضاعفة هذه التقارير. الجهة الثالثة هو موضوع الاعتقال نفسه. اليوم اتفاق روما صنف هذا الاعتقال على جريمة حرب. ملف الأسرى وللأسف هو جاهز، ماذا ننتظر حتى يتم البث فيه في محكمة الجنايات الدولية؟ ليس موضوع الاعتقال الإدارة لوحده، نحن نتحدث عن سجل، عن عيادة الرملي، هناك مجموعة من الأسرى ينتظرون ساعة الموت. إذا لم ننتهي من موضوع ملف الاعتقال الإداري لن ينتهي موضوع ملف عيادة الرملي، ولن ينتهي موضوع الأحكام التي الأحكام المؤبدات أو الأحكام العالية. اليوم هناك تقصير واضح، وأنا أتحدث وأقول يومي وأقول قبل أن يدخل هشام في الإضراب، تقصير واضح من سفرائنا في دول العالم. يجب يعني ضمن الاعتقال هو جريمة حرب. إسرائيل تحاسبنا على قوة انتداب بريطاني، تصادر أملاكنا، تهدم المنازل، تصادر أموالنا، تعتقل أبنائنا، تعتقل نسائنا ضمن هذا القانون، وهو القانون اللي صادر في عام 1945. فنوجه رسالة يومية إلى الحكومة البريطانية، نضغط على كل دول الاتحاد الأوروبي التي تناصر قضيتنا اليوم. نحن نتحدث اليوم عبر صيغة مرتبطة بالقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة. هذه اتفاقيات ملزمة لهذه الدول المتعاقدة، يجب عليها الآن التحرك بشكل فوري. بدأت ثمة ورقة يعني قد جاءت تصيغونها. أنا بدأت بصياغات وهي تقريبا جاهزة، أنتظر الآن بالشراكة مع المؤسسة التي أعمل بها والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تحدثت مع الإدارة المركز من أجل إرسال محامي وأعطي التوكيل الخاص به للوصول إلى هشام، وطلب لمقدار وطلب لكايد وباقي الأسرى من أجل الاطلاع بشكل كامل من أجل إعداد مذكر المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى هذه البرقيات التي سأقوم بتجهيزها بكافة اللغات، وسأقوم بإرسالها لجميع القنصليات العاملة في الأراضي الفلسطينية. حتى أنا قمت بالتنسيق الآن مع أصدقاء يعملون من نشطاء السلام في إسرائيل من أجل إثارة الرأي العالمي داخل إسرائيل على مستوى النواب المعارضين من أحزاب ميرتس وغيرها، وحتى من الصحافة اليسارية، من أجل إثارة هذا الموقف وتشكيل نقطة ضغط جديدة. يعني بعد 52 يوم لكايد لا مفر، اليوم مقداد حالته الصحية تدهورت، يعني قد يكون هشام بكرة في اليوم 20 يتم نقله لأحد المستشفيات. بالطبع أخي، عدم وجود تواصل يومي مع المحامين يشكل أكبر جريمة. اليوم الأسير يعني لما بتحدث عن 10 أيام وتسع أيام ما في محامي يزوره يطمنه على أبوه ووالدته وأطفاله، هذا أكبر ضغط نفسي. اليوم لما بتحدث أنه إدارة السجون بتحاول تقدم صفقات للأسر المضربين على الطعام بدون ضمانات من مخابرات أو من جهات القانونية في إسرائيل،
سواء المحكمة العسكرية أو المحكمة العليا. بالطبع أخي عماد، هذا القلق والتوتر هو المشترك في الحيز الذي يجمع أهالي الأسرى. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه أصوات أهالي الأسرى المكلومة والمجروحة القلقة والمتوترة تجاه أبنائها وأبناء عائلاتها. ثمة يعني ما يشبه الإجماع حول الانطباع والشعور بأنهم مخذولون تجاه قضية الأسرى المضربين عن الطعام والاعتقال الإداري التي هي مستمرة منذ عشرات السنوات، منذ 30 أو 40 سنة. إذا مشاهدينا الكرام، هذه أصوات أهالي الأسرى. نعود ونلتقي بكم بإذن الله في بث حي وآخر للحديث على قضايا أخرى. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.